استئناف الرياضة بشكل تدريجي قريباً والعودة المثالية أول أغسطس. موقف أخلاقي رائع من صلاح مع جماهير ليفربول يؤكد على نجوميته. حتى ولو من على أسطح الملاعب، جماهير بورتو لا يمكن منعها من المدرجات. ملاعب صربيا تتحول إلى اللون الأحمر بمجرد السماح للجماهير بالعودة للمدرجات. أخيراً انتهاء أطول مباراة في تاريخ كرة القدم. حماس مدروس لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى، ده اللي أعلنه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وفرح به كل الرياضيين وعشاق الرياضة في مصر. الوزير كشف عن إعلان التصور النهائي لعودة النشاط الرياضي في بداية الأسبوع القادم، لكن العودة هتكون تدريجية. أما عن الوقت المثالي لعودة النشاط الرياضي بشكل طبيعي، فالوزير قال إن أول أغسطس ربما يشهد عودة النشاط الرياضي والدوري واستئناف معظم المباريات بشكل طبيعي. في الوقت اللي بينتظر فيه عشاء الرياضة استئناف النشاط مرة تانية، بيواصل نجمنا المصري محمد صلاح مواقفه الإنسانية اللي بتؤكد كل يوم مدى نجوميته واحترافيته. واحد من جماهير ليفربول كشف عن موقف رائع لصلاح في أحد محطات الوقود بمدينة ليفربول، ونشر على تويتر صورة لصلاح وهو في محطة الوقود بقميص فريقه. صلاح دفع حساب الوقود لكل الأشخاص اللي كانوا موجودين في محطة الوقود اللي بدورهم حرصوا على تحية النجم المصري والهتاف ليه ولنادي ليفربول. من جماهير ليفربول لجماهير دراجاو نادي بورتو البرتغالي اللي بتواصل دعم فريقها لكل الطرق الممكنة حتى في وقت كورونا. جماهير بورتو وصلوا لسطح الملعب اللي لمؤازرة فريقهم رغم قرار منع الجمهور في التواجد في المدرجات. المباراة اللي انتهت بعنوان كورونا يقود بورتو لصدارة دوري البرتغالي، وده بعد ما أحرز اللاعب جيسوس كورونا هدف المباراة الوحيد اللي كان كفيل بالارتقاء بفريقه للصدارة. لو كنت مستغرب من جماهير بورتو، فاللي عمله جمهور بارتيزان بلغارد كان أغرب بكتير خلال وجودهم في المدرجات مع فريقهم قدام الغريب ريد ستار. أكثر من 25 ألف مشجع تم السماح ليهم بالدخول للمدرجات بعد تخفيف القيود ضد فيروس كورونا في صربيا. جماهير بارتيزان تحولت الملعب للون الأحمر بعد استخدامهم الشماريخ والألعاب النارية اللي ملوا بيها الملعب عشان يعلنوا بقوة عن عودتهم للمدرجات. في أسبانيا الغريب المرة دي كان من اللاعبين مش من الجماهير، وبالتحديد من لاعبي فريق ريو فيكانو اللي كان على غير العادة راحوا ملعب المباراة سيرا على الأقدام من غير حافلة تقلهم بعد أزمة شهيرة لآخر مباراة للفريق أمام الباسيتي. الأزمة بدأت من ديسمبر الماضي بعد ما تم إيقاف المباراة بين الشوطين بسبب الهتافات العنصرية قبل ما تستأنف من جديد في يونيو علشان تصبح أطول مباراة في تاريخ كرة القدم. تابعونا عبر منصاتنا الإعلامية المختلفة بالسوشيال ميديا.